ما تطلع شوية تقرأ على الكتب تشوف اكو نشب يدبوها على فكر اهل البيت او يدبوها على الفكر الشيعي، نشب ما إلها وجود ابدا، ينشبوا لهم قضايا ما إلها وجود بالمرة. نبه لي، يعني مثلا اضرب لك، انت قد تشوف واحد مثل الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام، هذا رجل كبير من الفقهاء الكبار، يقول الشيعة يجوزون ان ياخذ الانسان 18 مرة في وقت واحد. قل وين هذا؟ انت تحكي عن المريخ؟ وين انت تحكي له عن الارض؟ في وين يا اخي هذا؟ وين بيا مكان هذا؟ في اي مكان انت؟ الامام الصادق سلام الله عليه يقول لا يحل للمسلم ان يجري ماءه عند اكثر من 4 نساء. نعم، ما ممكن، ما موجود هذا بالماء. يقول لا، هذول يجون للآية مثنى وثلاث ورباع، المثنى 2 2 يعني 4، 3 3 3 يعني 6، زين ورباع 4 4 يعني 8، المجموع 18. نعم، من اين هالنظرية؟ انت لما تشوف تمر قطعا بالتاريخ تقرأ النظرية تقول اخر ذولا ليش يخالفون كتاب الله؟ قطعا تحقد عليهم، ما في شك. يعني واحد لما يوقف يريد يلعب بكتاب الله او يلعب بدين الله قطعا راح يكون مغضوب عليه، ما في شك، ها؟ قطعا راح يكون مغضوب عليه. زين، انت لما مثلا تقرأ احداث كثيرة من هالنوع، ها؟ تقرأ احداث كثيرة من هالنوع تشوفها تلفت نظرك، تقول هاي وين؟ أين وجدها هؤلاء؟ بأي مكان؟ زين؟ يعني إحنا الآن لما تشوف، خلي أضرب لك مثل آخر، لو تشوف شقد أكو عند فقهائنا تشديد في الدخول إلى الكعبة على الطهارة والخشوع والاستسلام لله عز وجل، والقيود اللي يضعوها الفقهاء عندنا في تعظيم الكعبة المشرفة، في تعظيم المشاهد المقدسة بالحجاز، ها؟ لو تشوف النظريات، نظريات فقهائنا تعرف شقد، لكن تجي تلقى لك واحد فقيه ومؤرخ يقول دول عندما يذهبون إلى الحج ما يرحون للحج، دول يرحون يأخذون العذرة بحلقهم وينجسون البيت. يا أخي هذا غريب، يعني هالتراث، هذا تراث مصيبة، كارثة، هذا مفاعل نووي في تاريخ المسلمين. أنا لما أقرأ هالنظرية طبعا راح أحقد عليهم، دولة شنو هذولا؟ يجون إلى البيت الطاهر، إلى الكعبة المشرفة اللي يتوجه إليها المسلمون في كل يوم بصلاتهم 5 مرات، ها؟ وإذا كان هدفها طبعا راح هذا أحقد عليه، راح أحمي عليه حقد، وتلقى نظريات تاريخية واجتماعية، يعني فرد تراث جدا ضخم، يعني فرد زبالة يريد لها 1000 سنة يو تنكنش يولا. نعم، ما تنكنش، ها؟ يعني مصيبة، كارثة، عندما تطلع انت بالتاريخ، ها؟ الغريب يعني أبسطها من القضايا، يقول هؤلاء لا يأكلون الكرنب لأنه نبت على دم الحسين. الكرنب يعني نسميه احنا كلام، هذا ماكو، وصدفة هالكربلاء أكثر الناس يحبون الكلام، نبه، شو تلاحظ؟ يعني هذا لا يأكلوا لأن نبت على منين هالكلام هذا؟ يعني أنت هواية تشوف أن هذا عقل هزيل، فكر هزيل أن يكون في تاريخ المسلمين هاللون من التهافت. أرجوك، المسلمون في أمس الحاجة إلى أن يمسك بعضهم بعضد البعض الآخر. إحنا الآن جاي يتعرض ديننا إلى إبادة، مجتمعنا يتعرض إلى تفكك، المسلمين في أمس الحاجة إلى الاتحاد والتعاون والتراحم والتلاحم. تأمل اليهودية تفتك بنا يمينا وشمالا، أهلنا، أعراضنا، دماؤنا، الصهيونية وأعوان الصهيونية، نعم، هؤلاء يعبثون ليل ونهار بكل مقدساتنا، وإحنا بأمس الحاجة إلى أن يأخذ بعضنا بعضد البعض. خصوصا هذا الكلام ما عاد له كلام، لأن هذا كان بسبب الخلافة، ها؟ كله كان، والخلافة راحت، انتهى، بعد علي من هالصراع، ما أدري هالصراع علي من
فئ من هالنوع هذا نفسه هالركام تدري منين اجى هذا؟ اجى من بلاط الحكام، لان الغموا الفكر يردون على نظرية تفرق تشد، الغموا لها الفكر وذبوا على التاريخ